يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم بيع وشراء البضائع المقلدة؟ يقول: ما حكم بيع وشراء البضائع المقلدة مثل الساعات والأقلام وغيرها؟ تبينها، ما في مانع تبيع وتشري بها، لكن تبين أنها تقليد وليست أصلية، وأن سعرها أخطر من سعر الأصلية. أما اللي يكذب على الناس ويبيعها على أنها أصلية ويأخذ ثمن الأصلية وهي تقليد، هذا غش. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نعم، أي إذا كان المشتري ما يدري تبين له وتراها تقليد، ما يأخذها يظنها أنها أصلية ويسلم ثمن مرتفع وتستغل جهله بهذا، يجوز هذا غش. نعم.